هاش اخبارك شل قدسية خو ما قررت الضوجين وخو ما لحن الفقرة متعبك ومن وينهم جاي تونين المات بنص قاعك ما همك ما شفت الحنوها القاع بدمهم بس رح تستنكرت الماتو من شعب البحرين عاد الناس تموت بسكته الشايل بيد الراية اندفعة وممنوع العسفة للموطن تتفرع يم قاع حسين وممنوع المظلوم يسولف لو جايب كل عمره بديا وممنوع الما يلطم صدره ويطبر راسه وتعطش روحه وهيهات من الذل نصيحه وعشنا وياكم مذلولين وهيهات الموقف ينعاد ويومية يموت النفسية توحدنا وعرفنا منين ناخذ ثار وعرفنا الشان رايد بس تشب النار اليوم انبارنا كلها بقلب ذي قار متنا وياهم نفس الموتة اللي يقتل ما درى بتاريخنا صار من قبل العراق وسحق راس العار بالعشرين ثار فبالة ويمقوار والدنيا تسولف بمروته القالوا قبل لازم تندفن الانبار نفسهم هالسرادة وتندفن ذي قار نفضوهن مثل عريان حارب حار والعايل حضر تابوته والعايل حضر تابوته.